يا كابتن محمد في ماتش نيجيريا كلنا اتفقنا ان كروش عمل مباراه سيئه جدا. كل حاجه كانت في المنتخب وحشه والناس كلها حملت كروش ساعتها مسؤوليه الهزيمه قدام المنتخب النيجيري. في بعض الناس النهارده طلعوا قالوا لك ايه، لا ما هو ده مش كروش اللي عمل الماتش ده، ده اللعيبه وروحهم وادائهم هم اللي عملوا الماتش دوت وكروش ملوش علاقه. لا الكلام ممكن ده نقوله في ماتش السودان، في ماتش غينيا اللعيبه ادت وهي اللي كسبت 1-0. لا النهارده، لا النهارده راجل قافل مفاتيح اللعب بتاعت كوت ديفوار كويس جدا، راجل دارس الفرقه بتاعت كوت ديفوار زي ما كابتن طارق قال لك وما قلفش، كان صاحي. يا كابتن الجبهات اليمين والشمال خففت على عمر كمال وفتوح لان الاطراف بتاعتهم فرتكوا الجزائر، جارديل وبيبي وبيبي طبعا اتنين وبعد نفرق. كده وجارديل خرج ونزل زاها ده طبعا. حاجه برضو لولا ان هو عامل الستاره الثلاثه بتوع نص الملعب وبعد كده التغييره هو لقى ان زاها هينزل راح غير على طول، خلى احمد سيد زيزو عشان يشتغل ناحيه اليمين يقفل مع عمر كمال وفعلا ادوها بشكل ممتاز. صح. فلا النهارده لا حاطط طريقه حلوه، تشكيل طريقة حلو وكوتشين كويس كمان، ده ادار المباراه كويس، ادار الماتش كويس، تغييرات كويسه. بجانب الروح بتاع اللعيبه وانا بقول للعيبه ان اقفلوا موبايلاتكم وسلموها لاداره المنتخب في الحلوه وفي الوحش. النهارده الناس كلها وعمر مرموش ومصطفى محمد وسيد وعلي وعمالين، لا اقفل ودانك، انت لسه ما عملتش حاجه، لسه ما عملتش حاجه. انت النهارده فرحه وفرحت الناس، اقفل موبايلك، عايز تكلم اهلك خد الموبايل 5 دقايق 10 دقايق، طالما ان اللعيبه بتتاثر بالكلام بتاع السوشيال ميديا ما تفتحش اليوتيوب، ما تفتحوش. بس انا حسيت ان امبارح اللي عمله صلاح في المؤتمر الصحفي ده فرق معانا النهارده. هو عنده حق، عنده حق، بس مش وقته، ما يتحملش. حسيت ان هو بيحفزهم يعني، هو لا انا حسيت ان هو بيحاب عليهم او يعني كده ممكن. النهارده حتى في ضربات الجزاء بيقول انني هتشوط، قال له لا، قال له ليه باينه يعني، بيقول لفلان هتشوط، لا هو ده القائد. لا صلاح امبارح والنهارده لامم الفرقه زي ما كابتن طارق بيقول لك، كميه سبرنتات، كميه معافره بيعافرها، لا يشكر عليها. اهم حاجه كابتن مصطفى محمد والسوليه جدا، واحد السوليه كان لعيب كبير فيها قوي، لازم جول، وبتاع تريزيجيه كابتن دي لازم يطمع فيها ويحطها ايدر واحده. صح. راح عاملها لتريزيجيه، تريزيجيه حظه ان هو بعيد، بس انا فرحان ان هو ابتدى يرجع يعني تعرف اربع كور. تريزيجيه اكتر واحد شاط النهارده في منتخب مصر، ده اصل واحد وفي الفتره القليله، في الفتره القليله يعني، هو لسه واضح انه انهاء الهجمه لسه مش عنده كويس، بس انا مبسوط يا كابتن ان ثقه اللعيبه رجعت لنفسها النهارده، دي مهمه قوي. من واضح ان اللعيبه كانت مخترقه، اللعيبه كانت مشوشه، اللعيبه كانت مش واثقه في نفسها ولا واثقه في الجهاز. المباراه النهارده دي رجعت الثقه للناس دي كلها، رجعت كمان الثقه للشارع المصري فيهم. النهارده الناس محسسه المنتخب ان خد كاس امم عشان بس كسبنا كوت ديفوار، مع ان ده الطبيعي، ده الطبيعي لو انت بتشتغل فير او بتشتغل زي ما قال لك كابتن طارق، بتعمل البازل، بتعمل البازل بيعمل تكوينه منتخب مصر صح. ده الشكل بتاعه.